اكمل. احنا كنا بنتكلم دلوقتي عن الاجهاض بشكل عام. في اسباب اخرى كثيره جدا للاجهاض، واتكلمنا قبل كده عن الاجهاض لاسباب مناعيه. انا هشرح الاجهاض بشكل عام، بس انا النهارده جاي في بالي حاجه معينه، واللي خلاني ان انا اجي اتكلم عليها النهارده ان انا شفت كذا حاله مش عارفه موضوع الحلقه اللي انا بتكلم عليه النهارده. يعني ايه حمل عنقودي؟ في ثلاث انواع من الحمل ما بيبقاش فيه بيبي. ممكن يبقى فيه بيبي خارج الرحم، بنسميه حمل خارج الرحم، وده هنتكلم عليه المره اللي جايه في الحلقه اللي جايه، هخصص له حلقه حمل خارج الرحم، ده بيبي مش جوه الرحم. وساعات بقى يتكون كيس الحمل فعلا جوه الرحم بس ما فيهوش بيبي. في حالتين، حاجه اسمها بويضه مصمطه، ودي هشرحها بسهوله بسيطه جدا، انما اللي انا عايز اتكلم عليه اللي هو تكوين كيس حمل وحمل عادي جدا بس ما فيهوش جنين، حاجه اسمها حمل عنقودي. طيب قبل ما اشرح الحمل العنقودي، انا يعني دايما انا عندي مقوله دايما في ذهني بتقول الرسول صلى الله عليه وسلم قال بشروا ولا تنفروا. صحيح. انا مش عايز الناس تخاف من الكلام اللي انا هقوله النهارده، بس عايز الناس تلتفت، لان احنا دورنا ان احنا ننشر الوعي. الوعي. الكلام اللي هقوله النهارده مهم جدا، اي سيده حصلها حمل عنقودي قبل كده هتعرف اللي انا بقوله كويس جدا، وهتعرف التعامل معاه ازاي، والتعامل معاه سهل جدا لو تعاملنا معاه مظبوط وما بيسببش اي مشكله. نعرفه اصلا ازاي؟ هشرحه لحضرتك. وايه هو الحمل العنقودي؟ احنا بنجد السيده مش هتقدر تكتشفه لوحدها. هي مع بدايه الحمل بتبتدي تروح للدكتور، الدكتور بيجد كيس الحمل موجود، بيبتدي ينتظر ظهور الجنين او القلب بتاع البيبي، ما بيظهرش. بعد شويه بنلاقي انسجه معينه جوه كيس الحمل، والحمل بيكبر بسرعه. وبنلاقي مفيش جنين متكون. نيجي عاده في الحالات دي بنقول للسيده لو سمحتي اعمل لنا اختبار حمل رقمي وبنعيده بعد 48 ساعه، المفروض ان هو يتضاعف بالحمل الصحي. ده احنا شايفينه حمل مش صحي، بس هرمون الحمل مش بيتضاعف، بيزيد اكتر من الضعف كمان. بنلاقي هرمون الحمل بيتجنن، بيعلى بسرعه جدا، وبنلاقي كيس الحمل بيكبر بسرعه جدا. رغم كده مفيش بيبي. فالدكتور هنا بيقول لها لا استنيني هنا، ده انا شاكك في حاجه اسمها حمل عنقودي. بنعمل حاجتين، يا اما سونار مجسم بيظهر لنا صوره معينه زي عناقيد العنب كده اللي هو 3D 3D، او بنعمل اكس راي، اشعه اكس راي ليها مظهر معين، الحمله ده ليه مظهر معين اسمه سنو ستورم ابييرنس. طيب ممكن افهم النقطه دي؟